وبناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء لمواجهة أثار ارتفاع الأسعار العالمية، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.